صحيح. أقر وأعترف. أقر وأعترف. أقر وأعترف مع كريم فؤاد، يلا بينا. تقر وتعترف انك كنت مرعوب من احتماليه احتساب عرقله لعب الترجي لركله جزاء في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا؟ ما فكرتش فيها اصلا. ما فكرتش. ما فكرتش ان هي ممكن تبقى بلانتي اصلا. كنت متاكد ان ما فيهاش حاجه. مليون في المية. هي باينه بنسبه 1000% ان ما فيهاش حاجه. انا خدت الكرة اصلا وضيت ظهري ان هو يلا هنلعب ضربه مرمى يعني. اه ما قلقتش خالص يعني. ما فكرتش ان ممكن، انا اصلا يعني لما الماتش خلص وشفت جدل كبير حوالين اللقطه دي انا حاسس ان هي مستغرب. ما فيهاش حاجه اصلا يعني، واخد الكرة عاديه جدا. ده صحيح. تقر وتعترف انك مش متقبل فكره اللعب كظهير ايسر وانك بتفضل تلعب ناحيه اليمين؟ لا لا ابدا. ابدا ما عنديش مشكله. اي مكان ما عندكش مشاكل خالص فيه. مش فارقه. تقر وتعترف ان مركز الظهير الايسر انقذك من دكه الاحتياطي في الاهلي؟ مش انقذني، بس هو يعني لو كنتش لعبت باك، لو كنتش لعبت باك ليفت كنت برضه هفضل احارب على مكاني وهفضل احاول ان انا احجز مكاني يعني، زي قبل الاصابه كنت برضه حاجز مكاني او كنت يعني بلعب بشكل كبير اساسي. كنت هفضل اعمل ده يعني، وده قدر ربنا ان انا غير مركزي يعني. بعيدا عن الاسئله، تقدر تعترف انك في فتره كده فكرت انك تمشي من النادي الاهلي؟ بص انا ما فكرتش ان انا امشي، بس انا كنت في تحدي. انا بالنسبه لي ان انا الوضع بالنسبه لي ان انا لما بدخل في تحدي هو يعني اللي هو خلاص بقى مساله حياه وموت بالنسبه لي. نعم. يعني انا دلوقتي مثلا ما بلعبش، انا هلعب عاجلا ام اجلا، انا هلعب. لكن ما فكرتش تمشي؟ ما فكرتش همشي. تقر وتعترف انه موسيماني ظلمك وكنت تستحق منه فرصه؟ طبعا طبعا. تقر وتعترف انه كولر انقذك من التهميش؟ مش هنقول تهميش، بس فرق معاك. يعني ساعدك. ساعدك. وقف جنبك كتير. طور من ادائك. تقر وتعترف ان خساره السوبر الافريقي سببها حاله من الاستهتار كان جوه الفريق؟ لا مش حاله من الاستهتار يعني. هي دي ظروف ماتش، واوقات بتبقى الفرقه موفقه واوقات بتبقى مش موفقه. زي ماتشات كتير السنه اللي فاتت برضو واحنا واخدين بطولات. في ماتشات كنا بنكسبها واحنا مش موفقين برضو. وفي ماتشات كنا بنبقى جامدين جدا، فهي ظروف ماتش والافوق كسب. تقر وتعترف ان اداره الاهلي بتعمل كل اللي عليها عشان تساعد الفريق؟ طبعا. مش مقصره خالص؟ لا لا بتعمل. مش اي نوع من انواع التقصير؟ لا لا بشكل كبير. صحتك وفلوسك ومكافاتك بتاخدها تمام التمام في مواعيدها؟ في مواعيدها طبعا. مفيش مشاكل خالص؟ مفيش اي مشاكل. حتى وانت مصاب؟ حتى انا مصاب. تقر وتعترف ان مفيش فرصه قدام الاهلي الا الفوز في السوبر المحلي عشان يرجع الثقه فيه تاني؟ يرجع الثقه فيه؟ هل الثقه دلوقتي قلت شويه وان الفوز بالسوبر بيفرق جدا؟ مين مش واثق في مين؟ ثقة في فرقة النادي الأهلي إنها لا طبعا. لا طبعا ما يعني هو كده كده حتى لو احنا كسبانين السوبر الأفريقي وكسبانين كل حاجة عندنا السوبر المحلي برضه لازم نكسبه. لكن الثقة موجودة والدنيا مفيش تمام. مفيش حاجة هتخلينا عايزين ناخد دي عشان نرجع ثقة أو حاجة، احنا عايزين ناخد كل البطولات. عايز تقول حاجة تاني؟ لا أنا عايز أقول إن أنا مبسوط جدا إن أنا معاك. ربنا يخليك.